الأزمة الاقتصادية، ربما تحدثنا كثيرا والكل يتحدث عن أن هناك نية، ربما تتسع هذه النية وتتسع رقعتها في أن البيع والشراء سيتم بالعملة الصعبة. بعد عدم وجود أي حلول للأزمة الاقتصادية بدأنا نشوف مثلا بعض شركات الحديد الدولة بترخص لها أن هي تفتح حساب بالدولار، مش عشان يبقى عندها حساب بالدولار، لا خالص، عشان حضرتك لما تروح تشتري الحديد هيقول لك الإيداع لعدد الأطنان اللي انت عايزه هيكون بالدولار، وفرعنا في بنك كذا وبنك كذا وبنك كذا. طيب بعض التجار ما عندهمش الأوبشن دي. طيب عشان نحل القصة ونحل الأزمة هنعمل ايه؟ قال لك التجار عايزين يبيعوا ويشتروا بالدولار عشان على الأقل يأمنوا نفسهم ويأمنوا الأرباح والأسعار والدنيا تمشي، بدام الدولار مش مستقر والجنيه ما بقاش له أي قيمة فاحنا خلاص خلينا نتعامل بالدولار. قال لك لا، ما ينفعش الكلام ده، مش هيحصل. والنظام قال لا مش هيحصل، الحكومة قالت مش هتحصل. تقوم الحكومة نفسها اللي بتقول لا وعيب وحرام ومش هيحصل هي اللي تبدأ تطرح سلع للبيع وبغير العملة الرسمية. طيب هل هذا يعد إقرارا بانهيار العملة الرسمية للبلد؟ نعم، قولا واحدا ده يعد انهيار للجنيه المصري والعملة الرسمية للبلد. مش بس كده، ده كمان بيبين لك قد ايه البلد دي ما عندهاش بربع جنيه ثقة في الجنيه المصري او العملة المصرية بتاعته. ايوه ما عندهمش، خلاص هو دلوقتي مخضوض وشايف ان العالم كله بيتغير وشايف ان المستثمرين بيهربوا واللي عندهم براندات جوه مصر بيقفلوها واللي عنده اي مشروع بيحاول يلملم الدنيا ويتكل على الله، لان في عدم استقرار للدولار وبالتالي عدم استقرار لاي مشروع او اي مستثمر يقدر يشتغل في البلد. تقوم العاصمه الاداريه الجديده تقول لك تطرح اراضي وتشترط سداد مقدماتها بالدولار. مين دي؟ شركه العاصمه الاداريه للتنميه العمرانيه. عملت ايه؟ 50 قطعة أرض بدأت تطرحهم، وبدأوا المساحات متراوحة ما بين 4000 و 12000 متر مربع وبسعر 20000 جنيه للمتر. ده بحسب مصدرين اتكلموا للعربية بيزنس وقالوا الكلام ده، وقالوا ان العاصمة الإدارية الجديدة لأول مرة بتطرح أراضي مع اشتراط سداد المقدمات. قيمة المقدمات دي قد ايه؟ 20% من قيمة الأرض. حلو، ايه بقى؟ قال لك بالدولار. بالدولار. طيب الدولار هون حضرتك عندنا دولار سوق سودا وعندنا دولار بنك وعندنا دولار حديد وعندنا دولار ذهب، عندنا دولار كتير قوي. قالوا سعر فيهم؟ قال لك بتاع البنك اللي هو السوق الرسمي. طب هو حد بيعرف يوصل للدولار بالسعر الرسمي من البنك؟ ده تساؤل تاني. سميح، يمكن الموضوع ده وطرح أراضي والمقدم يكون بالدولار تالي يعني شيء صعب. أنا رأي أنها كلها قرارات بتؤيد وبتدفع وبتشجع السوق السوداء. ليه؟ صح، لأنك أنت في النهاية لما هتروح تنفذ قرارات الهيئات العمرانية أو شركات الحديد هتروح تجيب دولار من السوق السوداء. فأنت يعني كأنك بتقول يعني يا جماعة الخير والله أنت عارفين السكة وعارفين السعر، تعالى الحمو حبيب. بس لا، الغريب بقى ايه يا استاذ احمد؟ انه انت هتدي له دولار دولار. صح مظبوط، هو هيدخله عنده ويتعامل عليه انه ب 30 جنيه 31 جنيه. يعني هو مش هياخده ويستفيد بيه، لا هو هيتعامل معاه داخليا انه قيمته 31 جنيه بنفس قيمه السعر الرسمي اللي في البنك. فكانك انت بتقول كمان للتاجر ان كل جنيه انت بتدفعه كانك تدفع نصه. مظبوط. ليه يا عم احمد؟ لان النهارده السوق السوداء بتقول يا جماعه انه سعر الدولار طلع ل 63 جنيه. صحيح. السعر الرسمي كان 31 جنيه، كنا بنسبه 90% لما كان ب 60 كنا بنسبه 90%. النهارده بقت النسبه 100% فرق ما بين سعر الدولار في السوق السوداء وسعر الدولار في السوق السوداء المتوفره وسعر الدولار في البنوك المصرية. فلما أنا أطلع دولار من جيبي عشان أساهم في شراء قطعة أرض في عاصمة إدارية جديدة ولا في مدينة من المدن المجتمعات العمرانية، كأن أنا بنفسي بكامل إرادتي بقرر أن أنا أحط أنزل حجم الفلوس اللي معايا للنص بالظبط. طب مين اللي هيعمل كده يا جماعة؟ يعني
يعني يعمل كده ليه في نفسه؟ يعني غير العبء الكبير بتاع انه يوفر دولار ويجيب الدولار. طيب جاب الدولار من السوق السوداء، تقييمه الحقيقي نص ثمنه. الله، طب ازاي يعمل كده في نفسه؟ حتى لو كانت تجارته هتتأثر، حتى لو كانت تجارته هتتأثر، لانه لا يمكن يكون بأي حال من الاحوال بيكسب 50% زي ما هيخسر 50%. إذن يا جماعة الخير، الحكومة دي بتحط العصاية في العجلة. بعد ما سعر الدولار وصل ل 63 جنيه، هذه الحكومة بقراراتها بتعلن إعلان غير معلن، إعلان غير واضح، إعلان غير مباشر، إعلان تقراه من ما بين السطور وما بين الكورنرات بتاعت الكلام، إنه رقم واحد مفيش دولار في البنوك، رقم اتنين ان الدولة عالقة مش قادرة باسمها كدولة تعمل بيزنس زي بيع الاراضي، رقم تلاتة ان الدولة عايزاك تخسر مرتين، المرة الاولانية وانت بتشتري الدولار من السوق السوداء بالجنيه المصري، والمرة التانية وانت بتدخل الدولار في للحكومة في البنك عشان الحكومة تحتسبه لك مرة اخرى بالسعر الرسمي. يبقى انت لا مؤاخذة تعمل في نفسك كده ليه؟ انت لو عندك مطبعة دولارات في البيت وبتجيب دولار، لو عندك ابن خالتك هو رئيس البنك الفيدرالي الامريكي وبيديك دولارات دي من غير ما يحاسبك عليها، مش هتعمل كده برضه. اقول لك انت لو الحكومه دي من اسرتك شخصيا مش هتعمل كده برضه. مفيش حد في الدنيا موجود في السوق بيبيع وبيشتري ويقرر يخسر مرتين. يا حكومه يا منوره، يا حكومه يا حلوه، يا حكومه يا جميلة، يا حكومة، واه يا ثورة يناير، يا ما كنت صح ويا ما قلت صح ويا ما شفت صح. لكن الأيام هترجع والدنيا هتتغير. طيب دلوقتي المجتمعات العمرانية كمان يا أحمد بدأت تعدل طريقة احتساب سعر الدولار زي ما أنت قلت كده، قال لك خلاص السعر الرسمي اللي جوه البنك، وده هيدفع وانت بتدفع المقدم هيدفع بده، ولحد وصولا لفتح المظاريف بقى وانت بتستلم الوحدة السكنية. والدولار يا جماعة دلوقتي في السوق السوداء بقى ب 63. تعالوا نروح بقى لوكيل صناعة النواب، وهو بيطالب بقواعد بتضمن تحويل أرباح الأجانب للخارج دون عوائق. أيوة، يعني إيه؟ يعني من الآخر كده يا جماعة، الناس الأجانب اللي هم كانوا مستثمرين جوه مصر وبيشتغلوا جوه مصر كان عندهم إشكالية كبيرة جدا. خلاص بقى احنا نشيل المجتمعات العمرانية ده ونروح على وكيل صناعة النواب. فبيقول لك إيه بقى المهندس معتز محمود وكيل لجنة الصناعة بمجلس النواب؟ قال لك احنا لازم يا جماعة نبدأ نشتغل مع الناس دي، نحط قواعد صريحة وواضحة جدا بتضمن للمستثمر الأجنبي اللي موجود اللي عنده مصنع وبيصنع وبيشتغل وبيوفر شغل الأيدي عاملة كبيرة جدا في مصر، انه يبدا يوصل ارباحه اللي بيحصل عليها دي للخارج بالدولار عادي، يحول بالعمله الصعبه عادي. طيب ناس كتير هتصدم وتقول لك ازاي ده احنا عمالين اصلا نقول يا مسائل يا رب حاطين مغناطيس في كل حته للعمله الصعبه نجيبها من اي مكان. فانت النهارده بايدينا هنسمح للمستثمرين الاجانب يطلعوا بالدولار؟ هيقول لك اه. عندك اشكاليتين كبار جدا. اول حاجه في خامات يا جماعه كتير جدا ما بيقدرش يشتريها المستثمر ده الا بالدولار. فهتقولي ما انا فاتح له باب الشراء عادي وانه يشتري ويدخل، انما كارباح يحولها تروح تحط في بنك مش هتتعامل بيها حركه بيع وشراء، دي اللي هتعمل لي ازمه في البلد. طيب وانا كراجل مستثمر اجنبي جاي استثمر عندك وبكسب وعايز اودي فلوس بالدولار برضو بره، فانت لازم تظبط لي الحته دي. الحته دي بقى تتظبط ازاي؟ ده اللي بيحاول يطلبه المهندس معتز محمود اللي هو وكيل لجنه الصناعه بمجلس النواب، لان المستثمرين دول بداوا يتكلموا وبداوا يقعدوا ويعملوا اجتماعات، وصل الموضوع للجنه الصناعه في مجلس الشعب وفي البرلمان، وارادوا ان يكون هناك تعديل او قرار او اقرار بينص على اننا كراجل مستثمر عندك ما تطفشنيش، خليني لو عايز اطلع فلوس بره بالدولار اطلعها طالما دي من ارباحي ومن شغلي، انا ما باخدش منك وبطلع بره، بالعكس ده شغلي وارباحي وحاجتي فانا محتاج اطلعها بره بالدولار. هل الدوله هتسمح بده؟ هل هيكون هناك استجابه للمهندس معتز محمود وكيل لجنه الصناعه بمجلس النواب بعد ان طرح هذه الفكره وهذا الامر؟ ده اللي احنا هنشوفه ونتابعه في الايام اللي جايه.
المهندس وأمثال المهندس معتز محمود وكيل لجنة الزراعة الصناعة بمجلس النواب هو دليل على أن هناك مؤيدين لهذا النظام بيفهموا. ده راجل بيفهم، ده راجل واقعي، مش بس انه بيفهم، لا واقعي. لان احنا بنكتشف ان في مؤيدين طربشات لا فاهمين ولا ناويين يفهموا. احيانا ما بيبقوش مؤيدين بس، بيبقوا كمان يعني عندهم سلطه. لكن الراجل ده عشان في السوق وفاهم القصه ماشيه ازاي وفاهم الموضوع ماشي ازاي، بيقول لك انه دي ابجديات انك تجيب مستثمرين من الخارج. هتجيب مستثمر من الخارج يحط دولار يكسب نص دولار، تيجي تقول له لا مفيش دولارات والله خدهم بالجنيه، هياخد الدولار وهيدي سمعه سيئه للبلد وهيسيبك وهيمشي، زي ما شفنا سلسله شركات كتير او سلاسل شركات مختلفه كتير من جنسيات مختلفه بتسحب نفسها من السوق المصري نظرا لهذه الازمه. اذا ممكن يبقى في مؤيد بيفهم، ممكن يبقى فيه مؤيد لا مؤاخذة حمار، جدا وكتير. لكن في الحقيقة احنا عايزين من مصلحتنا كمواطنين مصريين، بل يمكن من مصلحتنا كمعارضين مصريين، ان احنا عدد المؤيدين اللي بيفهموا يزيدوا ويستطيعوا ان يقتربوا من دائرة التأثير على هذه السلطة السياسية. لأن الحمير كتير في البلد بصراحة، بصراحة يعني بصراحة محدش يزعل، وكمان واخدين البلد ورايحين في 60 داهية. طب نعمل ايه يا أستاذ أحمد؟ أقول لك المهندس معتز محمود ده ما تجيبه وزير أهو يا عم، لا أعرفه ولا يعرفه، لا أنا من نفس الطيار ولا هو ابن عمي، بس بيفهم. خدوه بقى طوروه بقى، هتعملوه حاجه في البلد ما دام انت المسائل مش قادر ومش ملاحق ومش لاقي ناس. ده يا سيدي مؤيد بس ايده في الصنعه، فاهم ما الذي يحدث وما تاثيرات قرارات غبيه قد تحدث على الاستثمار الاجنبي المباشر، وتاثير الاستثمار الاجنبي المباشر عند اختفاء او عدم دخوله للاسواق المصريه كارثي على الوضع الاقتصادي كله. مؤيد وتبعكم روقوه، طوروه، ادوله مناصب اكتر، ادوله مصالحيات، اسمعوه، خدوه في اجتماعات السماع الجماعي اللي انتوا بتقعدوا تحلموا فيها بمفاعلات نوويه ما بتشتغلش ودولارات ما بتجيش، يقول كلمتين يمكن يمكن. اعمل اكتر من كده؟ بعارضكم واقول لكم خدوا مين من مؤيدينكم؟ يعني بقول لك هات اني لعيب بيكسبني. ايه ده؟ ايه ده؟ ولا يا استاذ احمد؟ طيب احنا عندنا دلوقتي موضوع الدور هيعمل ازمه بقى كتير مع كل حاجه بقى. كل بص يا باشا، ما احنا لما بص ده احنا لسه اي حاجه دولار، يعني هيئه المجتمعات بدات اهو، وكيل الصناعه بيقول لك خلوا الناس تحول بالدولار. عشان وعلى فكره انا بضم صوت لصوتك في القصه دي تحديدا في حته ان الراجل ده فعلا لو انت دلوقتي ما استجبتش للناس دي، الناس دي هتعمل ايه؟ لا ده كمان جريء يعني. أيوة بيصرح. طبعا ممكن يبقى فاهم وقاعد على جنبه ومش عايز يصرح، ده بيصرح وبيقول يجب ان يكون والحكومه يجب ان تعمل، ويبقى في حاجه تضمن للناس دي بشروط معينه بقصه معينه. انما دلوقتي هو هيجي يحاول الدور تقول له لا، طب هيقعد عندك يعمل ايه؟ ما بتقولوش لا، تقول له ما عيبالك مش فاهمها. طيب هناك في كمان مطالب يا جماعه عقاريه للحد من الاثار الناجمه عن ارتفاع مواد البناء وتذبذب الدولار. ليه قلت لكم العنوان ده كده كله على بعضه؟ عشان انا والله ما شاء الله ده انا نجيب ساويرس هيفرح بيا قوي. انا تقريبا دي المره الالف اللي بستشهد بكلام نجيب ساويرس اللي قاله من فتره كبيره. اصل طالما الكلام صح، الكلام ما دام صح، والله بقى يقول واحد مختلف معاك سياسيا، واحد مختلف معاك في اي حاجه، المهم ان هو بيقول كلام صح ولا كلام غلط، احنا بنقيم الاداء. فالراجل لما جه وحذر وقال يا جماعه الناس تحديدا اللي شغالين في العقارات، انتوا يا جماعه اللي خدتوا مقدمات الحقوا بسرعه جدا ابنه دلوقتي. الكلام ده قاله من 3 شهور. ليه يا نجيب بيه؟ قال لك يا جماعه لان احنا دلوقتي عندنا كل يوم سعر، وانت قابض ثمن معين، هتسلم الوحده للراجل اللي جه اداك المقدم ده على الثمن اللي انت قبضت بيه مقدم، وتكلفتك للبنى كل يوم هتزيد. يعني طن الاسمنت لو هتجيبه النهارده بجنيه مثلا، بكره تجيبه بجنيه ونص، بعده باتنين جنيه، بعده باتنين ونص، لحد ما توصل تلاقي نفسك انت بتصرف على الراجل اللي اداك المقدم
تمن شقتين تلاتة وهو كان دافع تمن شقة واحدة بس، يبقى انت كده بتضيع. طيب ايه الحل؟ هنعمل ايه؟ فقال لك وصلنا الحل يعني ايه عبقري شوية. ايه الحل ده بقى؟ قال لك بما ان الدولة سمحت للكل ان هو يبيع ويشتري بالدولار، والسوق هيتفتح دلوقتي، والشركات هتبدأ تتعامل بالدولار، والوحدات كمان هتتباع بالدولار، فاحنا هنعمل حاجة كويسة جدا. احنا هنيجي على جزء من المشروع وبالبلدي كده هنسقعه. يعني ايه نسقعه؟ يعني احنا لو كنا هنبيع بالسعر اللي احنا حاطينه وكنا هنكسب فتمام، كانت الدنيا مستقرة والأسعار مستقرة، ولو كان في حاجة نقصت كانت هتنقص من هامش الربح مش من رأس المال. يعني لو كنت هكسب 100 فكسبت 90 مش مشكلة، لو هكسب 100 وكسبت 50 مش مشكلة، إنما ما اخسرش بقى من رأس المال أصلا بسبب إن أنا عمال أدفع أدفع والأدوات بتزيد، أدوات البنى بتزيد، وفي نفس الوقت يجي الراجل يستلم يلاقي نفسه واخد الشقة ببلاش بالنسبة له، وأنا دافع 8 3 شقق في شقة واحدة. طيب هتعمل ايه يعني من الاخر؟ لخصنا الدنيا. قال لك احنا عندنا مقترح يا جماعه، هنوقف البيع في المشروعات على جزء كده من المشروع ونخليه موجود للاخر، الناس تستلم. هنيجي هنلاقي عندنا ثروه، الثروه دي تكمن في ايه؟ في عمارتين ثلاثه من الكومباوند اللي احنا بانيينه او التجمع السكني ده، دول لسه باع على الابيض، وساعتها بقى نبيعهم بسعر الدولار في الوقت الحالي، يبقى احنا كده عوضنا كل الخساره اللي حصلت لنا او جزء من الخساره اللي حصلت لنا بسبب ان احنا بعنا في وقت ارتفع فيه الدولار اضعاف مضاعفه. خد بالك يا استاذ احمد، خد بالك يا حاجه، خد بالك عزيز المواطن المقدس اللي قاعد بيشوفني، الناس والحكومه بيطاردوا بعض في سباق ما بين عقل المواطن المصري اللي عايز يغلب الحكومه وحكومه المواطن المصري اللي عايزه تغلب المواطن. الكلام اللي لسه استاذ احمد العربي شرحه ده في الحقيقه هو دليل من ادله هذا الصراع. الناس بتعمل ايه؟ الناس بتروح تشتري سلع معمره، سيارات، مباني وشقق وفيلات باسعار عاليه بس بالقسط، لانه ضامن انه هيبقى عنده قدر من الدخل بيزيد مع زياده الدولار المستعره، ولانه قاري مبكرا الى انه سعر الجنيه الحالي ده هيتخسف بيه الارض. مش هم بيتفرج على قناه الشرق ولا قناه مكملين، لا، علشان هو ايده في النار، شايف سلعه بتقفز قدام عينيه خلال سنتين قفزات رهيبه، فبقى من البديهي بالنسبه له انه لا، الاسعار دي هتفضل تزيد والجنيه ده هيفضل يتخسف بيه الارض. طب ما ابو جنيه النهارده ابو 10,000 جنيه النهارده، في الحقيقه لو انا اشتريته بالقسط ودفعت قسط وكسلت قسطين وقعدت لعبت اللعبه دي، النتيجه النهائيه هتبقى ايه؟ النتيجه النهائيه هتبقى انه تمن ابو 10 هيبقى بخمسة، يبقى انا استفدت. الكلام اللي لسه بيقول احمد العربي ده دليل انه اللجنه وسوق العقاريين واللي بيبيعوا ويشتروا في القطاع العقاري في مصر فطنوا للعبه المصريين، وبعدها على طول هتيجي السيارات، بعدها على طول، وبعدها على طول هتيجي السلع المعمره، اللي هو ايه؟ اللي هو زياده معتمده ومقصوده لاضعاف وابطاء السوق. هو كده الراجل اللي باني، صح، هو بنى مثلا المشروع كله ب 50 مليون جنيه وعامل 50 فيلا، وكل فيلا عرضها ب 5 مليون جنيه عشان يكسب يخلي ال 50 مليون جنيه دول 250 مليون جنيه، صح؟ فالمصري بقى يصيع عليه يعمل ايه بقى؟ يقول حلو، انت عايزها ب 50 مليون؟ انا هشتري منك ب 50 مليون ونقسط على 10 سنين. مع ال 10 سنين ال 50 مليون دول يبقوا كام؟ يبقوا 3 مليون جنيه. يبقى الراجل اللي اشترى راجل ايه؟ مفتح وذكي ومركز وعارف يعني ايه الكره رايحه فين، زي الكابتن محمد صلاح كده بيبقى شايف الكره، عارف الكره رايحه فين فبيروح لها، مش لازم يبص، مش زيه وزيك، فاهم شغلانته. فبتوع السوق العقاري قال لك بس القرار بتاعه، احنا ناخد قرار انه في اماكن كامله او مناطق واسعه ما نعرضهاش للبيع اصلا،
معناها انه عايز لما اللفه بتاعته الدولار دي تخلص بعد سنه 2 3 10 ما يبقاش هو خسر ايه زي ما بيقولوا في السوق الجلد والسقط. بس خلي بالك هم برضه بيفهموا هم كمان كل واحد بيفهم في مجال. بص بقى بلد فظيعه قال لك بند عشان يرد عليك في الجزئيه دي قال لك ايه او العمل على تقليل مده الاقساط. ايوه انت مش هتبقى انصح مني وهنعمل لك حوافز مرضيه برضه هنزل لك في السعر. ايوه بس قلل لي بس ما تصحش عليا. ايوه فاهم الفكره. ايوه وعلى فكره الحوار ده الحوار اللي هو المفروض يحصل في البرلمان على فكره يعني في كل الدول العالم اللي بيحصل فيها انخفاضات الحوار ده طبيعي ومنطقي لو في برلمان حقيقي وفي ناس فعلا جايه من الشارع وفي ناس وعايزين يحلوا بقى المشكله وعايزين يحلوا المشكله. فالحوار ده بيحصل فين؟ في اماكن المواطن بيفكر مع اصحابه على القهوه. أيوة. اعضاء مجلس النواب بيفكروا مع اللجنة. بعض في اللجنه الحكومه مش عارفه تعمل ايه. كل هذا الحوار لا علاقة للدولة به لا من قريب ولا من بعيد. أعضاء المجلس النواب دول أعضاء مجلس النواب دول صح شيء حاطين رتب حكومة وبيكلموا الحكومة وبيقولوا إحنا بنحب الحكومة وموافقين على اللي بيعملوا النظام ودي حاجة عظيمة وأفخر حاجة بس مشروعه بره بس مشروعه بره الموضوع خرج من الحكاية. إذن هو ما بيعبرش عن الحكومة هنا وسياساتها ده بالعكس هو عايز يخلي الحكومة وبرلمان الحكومة يساعدوه يخدموه في قضيته بينما بس. المواطن عايز يدي كل دول على قفاهم ويكسب وده حقه. أنا رأيي إن دي مرحلة المقاومة الشعبية الصامتة اللي هو انتوا ايه انتوا هتلعبونا بص احنا اللي لعبناكم في الفلوس. يعني الشعب بيلعب الحكومه في الفلوس والحكومه بتلعب الشعب في الفلوس. طبعا الفقر اللي زيي قاعدين بيتفرجوا على على الكوره رايحه راجيه ومش فاهمين. لكن لا في قطاعات في المجتمع ده فاهمين. سيبك من حجم فلوسه ان شاء الله يبقى معاه 1000 جنيه. المهم حجم وعيه. لانه الثروه في طبيعتها بالتعريف الاقتصادي ما هياش كميه الفلوس اللي عندك هي ازاي هتستخدم الفلوس اللي عندك ايا كان حجمها في انك تنميها في انك تخليها اكتر في انك تخليها احسن في انك في انك في انك وتستخدم بحاجات كتير ممكن تستخدم فلوس البنك اصلا يعني في رجال اعمال في مصر دول اللي كان معاهم لا من تحت ولا من فوق بس عنده فكره ذكيه وشويه اتصالات يخش على البنك ياخد الفلوس ويعمل المشروع ينجح يبقى رجل اعمال ومعاه فلوس. ففكره انك معاك الثروه مش هو الموضوع معاك الوعي هو الموضوع. المصريين بيلعبوا النظام السياسي ده في 2024 في 24 يناير 2024 بطريقه بسيطه جدا وهي ايه؟ برضو احنا كشعب هننتصر بس في جيم مش جيم السياسه في جيم الاقتصاد وهنخضع هذه الدولة وإرادتها اللي هي بقى صلبة وعنيدة ولأ ومش هنغير سعر الجنيه في الصرف في المش عارف ايه وسيظل البنك المركزي مسيطر وكل الكلام اللي انت شايفه ده والشنبات الكتير والكروش الكبيرة وكل الفساد اللي انت شايفه قدامك ده الشعب هو اللي بيكسب لانه الشعب هو اللي بيقرر سعر الدولار لانه الشعب هو السيد في الوطن السيد.